مساء الخير، يسرني أن ألتقي بكم مجددا للحديث عن أتياف المان، فيدرالية أتياف المان. وأحب أن أسجل في البداية أن أتياف المان لم ترقى إلى كونفدرالية لتدانية تنظيم أتعطى. أتياف المان لا يسيرها شيخ واحد، إنها تنظيم للتنسيق للتنسيق من أجل الدفاع عن المجال الوظيفي ضد العدوان الخارجي. أتياف المان لا تهتم بالصراعات الداخلية، لذلك في الصراعات الداخلية قائمة. ولا اختلف أن تحدثت عن الصراع الدائر بين أيت بن عكي قرب في الجزيدات وأيت الشوش بأوديم إخفمان، كلتا العشيرتين تنتمي إلى عيسيزم آيت مرغاد. ودما الصراع بين آيت زديق وآيت حديدو بأطاد بأعلم الوية دام طويلا، حتى تدخلت زوجة سيدي حمزة لإصلاح ذات البين بين القبيلتين وبأمر من السلطان. نتيجة ذلك أن تنازلت آيت حديدو عن قصر لفائدة آيت زديق تعويضا لضحايا أيت زديق الذين سقطوا في المعارك. وأشار شارل دوفوكو إلى انهيار الأمن بفج العبارات فجأة خروا في قلبي أو بقلب أيت زديق بفعل التشويش الذي تمارسه أيت حديدو هناك وعلى طريق التجارية سجل مسا فاس. وهم طبعا يتعزوا قرب زاويات سيدي حمزة وآيت القور وآيت حدوشان وآيت علي وإبراهيم إلى غير ذلك من عشائر آيت حديدو. ولم تشارك يحيى في معركة تلوين الجارية بين أتياف المان وآيت عطا سنة 1884 حسب إشارة شارل دوفوكو. ويبدو أنها جرت في سنة 1886. شارل دوفوكو لما مر بإغلميم في شهر إبريل من سنة 1884 لاحظ الاستعداد للمعركة، ولكنه ليس شاهدا على وقوع المعركة بالفعل وقتها. ويبدو أن التاريخ في حاجة إلى التدقيق والتحديد. وعن آيت يحيى، لم تحصل على نصيبها في غلميمة لأنها لم تشارك في معركة تلوين، لذلك نجد في غلميمة آيت برغاد وآيت حديدو وآيت زديق وأقليات أخرى طبعا. فكان أن أنشد الشاعر من آيت يحيى بالأمازيغية اللي يحرج خانشتاديستين وغيفو طارينو أرجان تشيدر سلم غاك انت تيجني اللي يرحى الريخ انشتا ديستين وغيف وطارين أرجان تشيدر سلم غاك انت تيجني تفسيرو. حينما لم أشمر على ساعدي وأعرض بطني للمواجهة ظهرني أتغذى بالبلوط متنازلا عن التمر، عن نصيبي من التمر من النخيل بواحات والميمة. ولم يدم وطعية موسى وعلي بتماغوت على هدوئه لحصول الخلاف بين تماغوت وايت حديدو بتاكندوس. وايت موسى وعلي احد ابطون ايت الثلوث الى جانب ايت يحيى وخليفة وايت والي. الثلوث تتكون من ايت موسى وعلي وايت يحيى وخليفة وايت الثلوث. وأما التردد على مراعي آيت قرهور بجبال سمري الغمان وجبال اللوح نقلي وأعالي أقان مزر فهو محرم على
اي تزديك جميعها، سواء نايت فرقان او ايت تولوز او ايت مومو، محرم على تزديك بدون اذن ولا حمايه ولا تكسا. الحمايه بالامازيغيه تسمى تكسا. لنقرا الوثيقه التي تبدو واضحه على يميني. الحمد لله كسا، كلمه امازيغيه، كسا حدو حسينيت محمد الاساس بخيمة السويسو، جميع تحيا وخليفة حيثما حلوا ونزلوا، ومن رفد من يعقوب أو تيندس لخيمته إلى ما تصل سرا، جميع في الراعي إلى دخول ما يلآتي مواليا لتاريخه، وهو أواصد القعدة من عام 19 و300 ألف بحضور الدين يتحمو والسو وأحمد عقا وعبد ربه، يجهل من هو عبد ربه، يبدو أنه فقيه بزاوية سيدي بوتيل. الوثيقة حصلت عليها من بين وثائق طبعا أجدادي، توافق سنة 1319 هجرية سنة 1901، ومعنى ذلك أن فيدرالية يافلمان مرتبطة من مقطعين أمازيغيين، ياف بالأمازيغية يجد المان الهدوء والإضمئنان، لم تستطع ضمان التعايش بين مكوناتها، أي تحديدو وأي مرغاد وأي زدك وأي تحيا. وما كانت الفيدرالية تلتفت إلى التعبئة أو إصلاح ذات البين بين أطراف هذا التنظيم العرفي. سأقف عند هذا الحد و سأعود إليكم وفي مداخلة أخرى حول نفس الموضوع أو ما يشبهه.